عقد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اجتماع عمل مع معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. ورحب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد بالضيف في بلده الثاني مملكة البحرين، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من ازدهار مضطرد يعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين على المضي دوما في ترسيخ تلك العلاقات الوطيدة وتنميتها في مختلف المجالات ومنها المجال الإسلامي. وأعرب معاليه عن تقديره العميق للدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن الأمة وكيانها وقضاياها وثوابتها ودورها الاستثنائي في خدمة كتاب الله تعالى والشريعة الغراء وخدمة الحرمين الشريفين والبقاع والمشاعر المقدسة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين. ومن جانبه عبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عن شكره واعتزازه باللقاء وتقديره العميق لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم مشيدا بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين. كما أبدى معاليه تقديره لتجربة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين وما يطلع به من دور مهم في خدمة القضايا والموضوعات الإسلامية. بعد ذلك ناقش الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا الإسلامية وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما بما يدعم توجهات الجانبين في أداء رسالتهما ومهمتهما وتحقيق أهدافهما وتطلعاتهما المشتركة.